ايمت بصادف عيد ميلاد يا رب؟ على الورق ولا بالحقيقة؟ هالسؤال يعني صعب بس. في انصاص ولا بس؟ طيب شو هو الشيء اللي ما بتقدر يا رب تعيش من دونه؟ أنا يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد مع نيارة. اليوم الفيديو مثل ما شفتوا تحت بالعنوان مين بيعرفني اكثر، يعني خليت ماما تكتب كم سؤال عني بخصوني وتسالهم لاخواتي الاثنين، وحبيت بخلال انه من خلال هي الطريقه اعرف اي واحد منهم بيعرفني اكثر او بيعرف يعني بيقدر يجاوب على هي الاسئله اكثر من الثاني، وبهي الطريقه كمان انتم بتتعرفوا علي اكثر. ماما سألتهم الأسئلة وأنا هلأ معكم رح شوف أجوبتهم، وقبل طبعا ما أسمع الأجوبة أنا لازم أقول جواب السؤال وشوف مين منهم جاوب صح. فأنا كتير متحمسة لهذا الفيديو، خليكم معي للأخير. إذا لسه أول مرة بتفوتوا على قناتي لا تنسوا تضغطوا على زر سبسكرايب لحتى تشتركوا بقناتي، ولا تنسوا كمان تشغلوا جرس الإشعارات أو التنبيهات لحتى تعرفوا وقت اللي بنزل أي فيديو جديد. أما إذا كنتوا لسه مو متابعيني على الإنستغرام فصفحتي على الإنستغرام ظهرت هلأ جنبي، وصفحتي على الفيسبوك بستقبل عليها كل أسئلتكم اللي بخصوص الدراسة، الجامعات، اللغة، أي شيء كمان ظهرت هلأ جنبي. أما هلا فخلينا ما نحكي كتير ونروح فوراً للفيديو. طيب أصدقائي، هلا أنا وياكم رح نتفرج على أجوبتهم كيف كانت لأخواتي. طبعاً هون أخي أسامة وهون أخي عمر، فخلينا نشوف كيف كانوا الأسئلة وشو كانوا أجوبتهم. السؤال الأول، أنت عيد ميلاد ليارا؟ أوكي، عيد ميلادي أنا ب 18/6. هلا هو عيد ميلاد ليارا، هاد سهل لانه هي يعني اختي، وليش لما اعرف عيد ميلادها؟ هلا هو عيد ميلاده ب 18/6، هذا معروف بالنسبه لي. برافو. طيب اي سنه؟ اي سنه؟ سنه 1996. 18/6 1996. طيب خلينا نشوف لكان اسامه شو جاوب. يعني ايمتى عيد ميلاده؟ على الورق ولا بالحقيقة؟ على الورق ولا بالحقيقة. هلا في شغلة بدي أقولكم إياها، إنه أنا تاريخ الميلاد تبعي مو هو نفسه المسجل على الورق. ليش؟ لأنه بابا وقتها قلل شوي مروة يروح يسجلني بنفس النهار اللي أنا انولدت فيه، فسجلني بعد بشهر. يعني أنا هلا مواليدي بشهر السابع على الجواز، بس أنا بالحقيقة مواليدي 18/6. لا بالحقيقة يعني 18/6. برافو. 18/6/1996. شو أكثر برنامج بتحبه؟ برنامج تلفزيوني. طيب هلا أنا شو أكثر برنامج تلفزيوني بحبه؟ هلا هالفترة أنا مع الأعلى برنامج اسمه توب شيف، هو برنامج هيك له علاقة بالطبخ ومسابقات الطبخ، فهذا أكثر شيء حالياً بحبه. كثير انا بحب البرامج المسابقات بشكل عام، بس هذا هلا يعني اكثر شيء حاببته. يا برنامج تلفزيوني، هالسؤال يعني صعب بس يلا، ما لي فتره متابعته. لا انا ما بعرف تماما، بس اتوقع معقول ما يعرفه؟ بس بيرفكت دينر بتوقعه. اوكي، هلا هذا انا كثير بحب برامج مسابقات مثل ما حكيت. هلا هذا توب شيف اللي انا عم بحكي هو برنامج بالعربي، بس بيرفكت دينر بالالماني كمان بشوفه، بس انه مو هذا اكثر شيء بحبه. طيب استنوا، لا يمكن توب شيف. برافو توب شيف. برافو. جواب شو؟ توب شيف. توب شيف. اوكي هلا بقى خلينا نشوف اسامه شو جاوب. شو اكثر برنامج تلفزيوني بتحبه؟ ما بتخيل يعرف اسامه، لانه الماني ولا عربي قصدك؟ لانه اسامه ما كثير بيشوفني شو بتابع، بس عمر بيعرف. يعني بتتابعه وبتحاول انه ما يروح عليها كل البرامج. في يقول واحد اكثر من اجابه؟ ولا في يقول واحد؟ في اكثر من واحد، لانه في توب شيف. برافو. عربس كوت تالنت كمان صح.
وفي طيب يكفوا هذول. صح عن جد كلهم بحبهم. انا بحب كل البرامج اصلا. طيب السؤال الثالث، قديش نمره رجلك؟ انا نمره رجلي 37. ما بتخيل هذا السؤال صعب كتير يعني، يعني المفروض يعرفوا نمره رجلي. هل انا بتوقع انه 37؟ طيب ايه جواب نهائي 37. اوكي برافو 37. تمام. هلا اسامه كمان لازم يعرف. بتخيل في ونص يعني بس ما بعرف ولا انه عدد كامل في ونص تلبس وتروح لتشتري كمان 37. برافو تمام 37. طيب السؤال اللي بعده، طيب شو اكثر شيء بتخاف منه يا رب؟ طبعا يعني شيء مو معنوي مثلا انه العتمه او شيء موجود بالطبيعه. انا اكثر شيء بخاف منه بحياتي هو الحشرات، كل انواع الحشرات يعني من النمله لاكبر شيء من الحشرات كثير بخاف منه. انا متوقع من الحشرات يعني بتخاف من الحشرات الكبيره مثل الصراصير او هيك شغله، بس انه دبانه صغيره ما بتخاف منها هيك شيء يعني الحشرات. ايه هلا ايه اكيد يعني ما بخاف منه. طيب نشوف اسامة شو جاوب. طبعا هو مو شيء معنوي يعني. لا قصدي انه حشرات يعني هو مو مثلا ما فيني اقول لك والله من العتمه من الاماكن. لا 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 انا قصدي لا شيء موجود. انا قصدي يعني انا قصدي انه ايه بس قصدك انه حشرات ولا حيوانات ولا بني ادمين ولا عام. شو بشكل عام شو بتخاف منه يعني اذا شافته بتخاف وبتهرب. هلا الكلاب ليكو هلا طيب. انا كمان كثير 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 بخاف من الكلاب بس لا الحشرات اكثر يعني. لا هاي النقطة العمر بتروح. هلا شو أكتر شيء بتصرف يعني في مصاري يعني بتحب إذا معها مصاري تصرفهم على؟ هلا أكتر شيء أنا بصرف فيه مصاري هو الأواعي يعني. أنا أكتر شيء بصرفهم فيه مثلا بتشتري ميك أب أواعي شناتي هيك شغلات يعني البنات بس شيء محدد يعني شيء محدد أكتر من يعني بجوز هدول الشغلات بس بدي شيء محدد أكتر. هلا شيء محدد أنا بتوقع المكياج. لا لا على فكرة أنا نهائيا ما بهتم بأساس المكياج يعني يا دوب عندي كم غرض وأصلا يعني إذا معي مصاري ما بروح فورا بشتري فيها المكياج لا بشتري أواعي فيها. طيب نشوف أسامة شو جاوب. تخيلها بتخيل انه اسامه رح يعرف يعني اذا معها يارا ايه شو بتشتري اكثر اكسسوارات مكياج اكثر شيء؟ يا الله انا ما طيب. اوكي انا بحب الاكسسوارات اكثر من المكياج بس لا مو هن اللي بيصرف فيهم مصاري، بالاواعي اكثر شيء. طيب مين هو اكثر مطرب بتحب تسمع له يارا؟ هلا انا بحب اكثر شيء بشكل عام بحب المطربين العرب يعني ما بسمع كتير اجنبي، بس اذا بدي اسمع العرب فبحب اكثر شيء المطربين اللي بيغنوا موسيقى يعني شيء هادي. بحب كتير مروان خوري يعني هو تقريبا اكثر شيء بحبه. اكثر مطرب مطربها المفضل فينا ما بتوقع يعرف والله السؤال ما بعرفه. يمكن ما بتعرف تسمع المطربين يعني. لا ما بعرف كيف المطربين ف اوكي طيب ما نحن ما بتعرفوا هذا. طيب اوكي عمر ما عرف، نشوف أسامة اذا بيعرف. لازم يعرف كم من واحد يعني انه طيب كثير على الانستغرام حاله اثنين او ثلاثه. شو كان اسمه ماما هذا اللي اللهم صل على محمد؟ ناصف زيتون. في واحد ناصف زيتون انه ايه بحبه بس مو اكثر شيء، مو مطرب المفضل. صابر الرباعي في كمان. صابر الرباعي اوكي كمان بحبه يعني كل شيء بيغني هادي بس خلص مو اكثر شيء. طيب اوكي بس ما بينحسب لحد نقطة لانه مو نفس جوابي. فشوف السؤال اللي بعده. طيب هلا بنيجي لهذا السؤال، شو بتعمل يا رب اوقات فراغ؟ هلا
انا اكثر شيء بعمله بوقت فراغي، وقت بكون عندي وقت فراغ على الاغلب بكون على الموبايل، بس هلا من جديد بعد ما صرت صور لليوتيوب وهيك، فوقت اللي بكون عندي وقت فراغ فورا بروح بفكر بشي فكره او بكون حاطه افكار على جنب وبصور فيديوهات على اليوتيوب. يعني هي اكثر شيء بعمله هلا من جديد، بس قبل مثلا كان على الموبايل او احضر مسلسلات وهيك. عنده وقت فراغ وحابه تعمل فيه شيء، ما عنده شيء محدد تساوي، مثلا تتفرج على مسلسلات او هي قبل مو هلا، او مثلا بتحكي مع بنات خالتي او هيك؟ لا بدك تحدد. طب صار عنده وقت فراغ؟ لا عنده لا دراسه لا عنده شغل. عنده وقت فراغ شو بتحب تعمل فيه؟ هي تقعد على الموبايل يعني تعمل شي شغلة؟ طيب يعني اوكي صح، بس لا يعني على الاغلب اذا عندي وقت فراغ قليل هيك بفتح موبايل، بس اذا عندي وقت يعني طويل بقدر اعمل فيه شي فلا فيديوهات، بعمل فيديوهات على اليوتيوب. برافو أسامة. لا وقت فراغ هذا يعني انه هذا للتسليم تمام ايه للعمل مثلا. لا بس صح على فكرة صح. طيب دقيقة هو صح صراحة، يعني هي نقطة لأسامة بس نشوف شو بجاوب كمان. أنا بحياتها ما كان عندي وقت فراغ، يا عم تدرس يعني صار ما عندي نص ساعة صح. يا بتفرج على التلفزيون على البرامج اللي حكيناها قبل شوي. طيب يا بتفرج على التلفزيون أصدق في شي غيره؟ ايه بتفرج على التلفزيون إذا عنده وقت كتير فراغ تنزل تتسوق او هيك شيء ما بعرف. طيب اذا التلفزيون او التصوير بس لا خلص اسامه اخذ النقطه انه بعمل فيديوهات على اليوتيوب. السؤال اللي بعده قديش طولها؟ انا طولي 160. كم سنتيمتر طولة ليار؟ السنتي السنتي؟ السنتي يعني أقل سنتيين أزود سنتيين، بس تحديدا يعني بحدود يعني بحدود 165 أو هيك. لا طولني عمر كتير. 170-175 لا ما بصير 170، أعطيني رقم ساعتها بنقرب عليه. أقل 2 أكثر 2 165. طيب اوكي بس غلط. أسامة اكيد بيعرف اكيد يعني بدك تقارن. 61 61 يعني متر 60 161 تمام برافو 160 متر 60. اذا تضايقت يارا من حدا من شخص شلون تتصرف؟ شو بتعمل يعني؟ هلا انا إذا تضايقت من شخص بشكل عام، هلا أنا ماني من النوع اللي إذا تضايقت من شخص وتخانقت معه خلص بصير إنه بصرخ ومدري شو، لا على الأغلب بروح له، يعني إذا كان معي بنفس البيت بروح له أوضته وخلص هذا الشخص مستحيل حاكي لمدة زمنية محددة لحتى أنسى الموضوع. وإذا كان على إنه حدا على الموبايل أو بعيد عني كمان نفس الشيء، ما عاد بحاكي، ممكن إنه غيب فترة ما عاد حاكي أبداً، وهو لازم من وقت يعرف انه انا متضايقه منه. هلا على الاغلب لسبب، يعني انا ما بحلت فورا هيك ومن غير سبب، بس انه على الاغلب ايه انه بلتقم فيه للشخص وما عاد بحاكي، يعني هيك اكثر شيء ما بواجه، يعني قليل لواجه. يعني شو ردت فعله؟ تضايقت من شخص انه هي تعصب شوي، بس انه يعني انا بحس بتحب. طب هذا التعصيب انه شو بيبي شلون بتفسر عندها؟ بالتحريك بحرك تحمل حاله تحمل حاله وبتبشعه هي يعني بتحرق. طيب ماشي، يعني ما بتحب تاخد وتعطي كتير؟ لا تماما صح، ما بناقش كتير، بروح على اوضتي فورا خلاص ما عاد احكي. هلا اسامه نشوفه. ايه بتتلأمن عليه اول شيء اكتر شيء، يعني خلص ما عم تحكي معه ما عم بتسير اغراضه يا فكره ليش هيك عم يحكي؟ لانه امبارح كنا متخانقين انا وياه، ف
كان مستعير مني السماعات واخذتهم منه وقلت له خلاص ما عاد في سماعات، فمشان هيك لساته محلو قلبه من القصه. شو اكثر اكله بتحبها، اكلتها المفضله؟ اكثر اكله بحبها هي يعني بشكل عام بحب الاكل تبع الجاهز اكثر من الطبخات، فاكثر اكله بحبها هي السكالوب، كوردون بلو، هيك هدول يعني هن يقعدوا اكله وحده، بس انه هي اكثر شيء بحبها السكالوب. هلا انا ما بعرف شو قرر بين السكالوب والكوردون بلو، بس انا بتوقع برافو بلو. تماما صحيح. يعني هو نفس الشيء تقريبا. تماما عم نجاوب صح. نشوف بقى ولا هي اكله واحده مكتوبه عندك؟ اكثر اكله بتحبها يعني؟ لا بس هي انه اكله واحده مكتوبه عندك ولا اكثر من اكله؟ لا. الكوردون بلو في البيتزا، البيتزا تمام بحبها، بس لا كوردون بلو سكالوب اكثر. يعني شو هي الصفه اللي بتنرفزها ليارا بشخص معين؟ هلا اكثر صفه بتزعجني اذا طلعت من شي شخص او هيك، اول شيء البرود. انا كثير بينرفزني الشخص البارد اللي أنا بكون عم حاكيه وهيك معصبة مثلا هو بارد وهيك، هذا كتير بينرفزني هيك صفة شخص. وكفعل مثلا إذا أصدم ما بفعل، فالفعل اللي بينرفزني هو مثلا تجاهل، يعني ابعت لحدا رسالة وما يرد يشوفها مثلا وما يرد، أو ما يرد لبعد مدري كم نهار، هذا كتير الشي بكرهه. ايه ف يعني طبعا هذا الشيء ما كتير بينرفزني عند الناس اللي انا ما كتير بهتم فيهم، انه عادي، بس ايه مثل ما قلت اكثر شيء البرود والتجاهل. انه شخص في صفه معينه هي بتخليه انه تنرفزني، انه شخص ما بيفهم ما بيحفظ انه يعني بهدل انه بيضل مثلا ما بيدرس او هيك، فهو فكر هذا اكثر شيء بالشخص بيزعجني بالشخص. الشخص الكذاب، الشخص فانت بدك تحدد لي صفه بشخص، شو هي الصفات بالاشخاص مثلا اللي ممكن تنعكس على الاشخاص اللي جنبك؟ جذبه، يعني اذا الواحد اجذب يعني اذا اتصرف بجذب عليها يعني مثلا، ولا هو اجذب يعني لا شخص طبيعي. انا ما بدي انه شخص طبيعي، يعني ما كثير هذا الشيء بضايقني، نرفزتها يعني الكذب انا بتوقع هيك شيء. طيب هلا الكذب بيزعج، بس لا مو هي اكثر شيء بتزعجني. طيب نشوف اسامه شو جاوب. فيهم صفه معينه هدول بينرفزوها يعني الكذب. ليش كل عم يقول الكذب؟ طيب. يعني اوكي اكيد الشخص الكذاب ما حدا بيحبه وبينرفز الكل، بس مو اكثر شيء يعني، هي مو اكثر صفه بتزعجني بالشخص. طيب شو هو الشيء اللي ما بتقدر يارا تعيش من دونه؟ شيء انا ما بقدر اعيش بدونه الموبايل. انا مستحيل اقدر اقعد بدون موبايل، يعني بدون نت اوكي محمول عندي، بس الموبايل كتير صعب. يعني في مره ضاع موبايلي تقريبا ضل ضايع شي ساعتين، حسيت حالي ما بعرف شو صار لي بهالكم ساعه اللي لقيته، عن جد كتير انا متعلقه بموبايلي، فهو اكثر شيء. السؤال يعني ممكن يكون مثلا تصرف، ممكن يكون اكل، ممكن يكون مشروب، ممكن يكون شخص معين يعني. يلا الموبايل بدون ايه بدون اطلطنا ليه. اوكي بحبها بس يعني ما بقدر اعيش بدونها. طيب من دون لا يعني الاطلط طبعا. طيب نشوف أسامة شو جاوب. طبعا غلط هذا الجواب. أنا إيه أبدا ما فينا عيش بدونك. موبايلة في موبايلة صح، خليك عند هذا الجواب. موبايلة إيه في موبايلة. برافو أسامة هذا الجواب. أو أهلا أهلا هلا أكيد يعني أكيد الأهل ما حدا بيقدر يعيش بدونه. لا بنهاية هدول كانوا الأسئلة كاملين. طبعا هدول كانوا الأسئلة، ما بعرف بصراحة مين جاوب أحسن من الثاني، هذا الشيء أنتوا لازم تتركوا لي تحت التعليقات، هن تقريبا 12 سؤال، فاكتبوا لي تحت مين من إخواتي جاوب على عدد أسئلة أكبر، يعني مين هو اللي فاز. تحكي هيك كلمة أخيرة كمان. أقول أنه أنا عندي قناة على اليوتيوب وبتمنى أنه تعملوا لي سبسكرايب و تشوفوا كل الفيديوهات، لأنه هالشي كتير حي يسعدني حقول و ايه و
ولا تنسوا مشان اذا بدهم يفوتوا على صفحتك يعني ما بدك ايه يعني حتحطه بالانفو بوكس طيب اوكي اوكي اصدقائي بدي لكم شغله اخي عمر عمل من جديد قناه على اليوتيوب بنزل فيه هيك العاب مثلا اكيد كثير منكم بيعرفها فورتنايت وماينكرافت وروبلوكس هذول الالعاب اللي اخر فتره نزلت فاذا اي حدا منكم بيهتم بهي الالعاب او عنده اخوات بتهتم بهذا الشيء لا ينسى يروح لعند عمر ويعمل له سبسكرايب وكثير راح ينبسط بهي القصه تماما وراح اترك لكم الرابط تحت بصندوق الوصف اكيد اوكي بي اسامه نشوف شو حكى اخر شيء هلا هون خلصنا تمام الاستبيان خلينا نقول اوكي يلا شو بتحب هيك تحكي كلمه بشكل ولا شيء ما عندي شيء يعني عمر عطانا انه عنده موقع على اليوتيوب انا ما عندي شيء انا اللي عم بدرس بالجامعه موفق ان شاء الله حبيبتي اوكي اعملوا ابونيان ولايك اوكي اوكي تماما خلص الفيديو يعني هذا كان كل شيء اجوبته لاخواتي بتمنى انه تكون انتم كمان هذا الفيديو فرحكم ولو شوي او حبيتوه ومن خلاله مثل ما خبرتكم حبيت انه شوي انتم تعرفوني اكثر او جاوب على هاي الاسئله قدامكم إذا عجبكم في الفيديو أكيد لا تنسوا تعملوا لايك وتحت مثل ما خبرتكم بالتعليقات تتركوا لي إنه مين من إخواتي جاوب على عدد أسئلة أكثر ومين هو يعني اللي فاز كل الروابط اللي حكيت لكم عنها صفحتي على الإنستغرام على الفيسبوك وصفحة أو قناة عمر على اليوتيوب موجودة بصندوق الوصف بتمنى إنه تروحوا وتشوفوا كل هاي الصفحات اللي عم بحكي لكم عنها بتمنى لكم نهار سعيد بيستم نيكست مال تشوس